ليس بعيدا عن المنسف والهريسة. الطبق الكشري ليس مذكورا في اليونسكو. طبق الكشري أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي تتسم بزخمها بالبروتينات وتنوع المكونات التي تعتمد على الحبوب، وعليها يعتمد الشعب المصري في طعامه شبه اليومي. يا لها من وجبة جميلة. يعد طبق الكشري من تقاليد المطبخ المصري الذي يعتمد على البساطة وسرعة التحضير، وينتشر في شوارع مصر على العربات المتجولة وفي المحال التي أصبح بعضها علامات تجارية كبيرة. لكن السفارة الروسية في القاهرة أثارت جدلا كبيرا بشأن الكشري بين المصريين بعد نشرها تغريدة باللغة العربية قائلة: إن الكشري هو أكلة مصرية بروحها، لكن يمكن اعتبارها روسية لأن أغلب مكوناتها مستوردة من روسيا، تقول السفارة. السفارة أشارت أيضا إلى أن استيراد مصر الزيت الروسي قد تضاعف 40 مرة خلال السنوات 20. يشار إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم بعد تجاوز عدد سكانها 104 ملايين نسمة وفقا للأرقام الرسمية. التغريدة أثارت ردود فعل متباينة ما بين الانزعاج والسخرية في الشارع المصري وعلى منصات التواصل، وسط تأكيد على أصول الكشري وتاريخه المعروف الكشري مصري. الصحفي أسامة جاويش بيّن انزعاجه من التغريدة التي برأيه تمن فيها نوع من المن، تمن بها السفارة الروسية في القاهرة على المصريين بصادرات روسيا على حد وصفه، متعجبا ومستاء أيضا من حجم الاستيراد الكبير الذي تقوم به مصر، على الرغم من أنها بلد زراعي قادر على تأمين المكونات المذكورة في أرضه. من جهتها سخرت الكاتبة المصرية شيرين هلال بطريقتها من التغريدة بقولها: إن هناك محاولات أمريكية لإحداث الفتنة بين مصر وروسيا، نظرية المؤامرة. من جانبه تساءل طاحون خالد أنه ما دامت المكونات روسية لماذا لم يصنع الروس وجبة الكشري؟ سؤال منطقي، غير أن آخرين تبنوا رأيا مختلفا فرأوا أن ما جاء في التغريدة لا يقصد به التشكيك بأصول الكشري المصري، ومنهم مصطفى خطاب الذي قال إن السفارة توضح الكمية التي تستوردها مصر من روسيا مع تعدد المكونات واختلافها. في الوسط